حياكم الله. استخدم رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مصطلح الانقلاب ربما لأول مرة بدلا عن مصطلح التغيير الذي كان يستخدمه منذ تنفيذ الانقلاب على السلطة المدنية في 25 من أكتوبر في العام 2021، وقال إن الجيش نفذ الانقلاب لإصلاح الأوضاع. وأكد البرهان الذي كان يخاطب احتفالا بزواج جماعي في منطقة الكتياب بولاية نهر النيل إن الجيش يريد أن يخرج من العملية السياسية برغبته وليس بالضغط أو القوة من أي جهة، ساخرا من مصطلح إنهاء الانقلاب. وأضاف: نحن نريد أن ننهي ما يتحدثون عنه انقلابا. وقال على حد تعبيره: نحن عملناه عشان نصلح البلد ونحن بنفتش للمخرج. وجدد تمسك المكون العسكري بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي قال إنه يحتاج أكبر كتلة من المؤيدين، مشددا على أن الجيش لا يقف مع حزب أو كتلة ضد الآخرين، ومضيفا: لسنا أعداء للحرية والتغيير ولا الكتلة الديمقراطية. من جانبه، أصدر مكتب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي تعميما صحفيا اليوم، تحصلت وكالة السودان للأنباء على نسخة منه قال فيه: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات كاذبة ومضللة حول بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها مع دول الجوار وإغلاق الطرق ووضعية القوات ونسبتها للسيد نائب رئيس مجلس السيادة. وحذر المكتب من تداول أو التعامل مع أي تصريحات أو معلومات مدسوسة في وسائل التواصل الاجتماعي ونسبتها للسيد نائب رئيس مجلس السيادة. وقال التعميم إن السيد نائب رئيس مجلس السيادة لم يدلي بأي تصريحات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله يندرج ضمن الحملة المنظمة التي تنشط فيها جهات معلومة لدينا طبقا للبيان. أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير مياردييه أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان لارتباطه بأمن واستقرار دولة جنوب السودان والإقليم. جاء ذلك عقب لقائه بمكتبه بأمانة الحكومة بجوبا يوم أمس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومالك عقار وحاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي، وبحضور مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية الفريق توت جولواك. وقال توت في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الرئيس طالب السودانيين بتجاوز الخلافات السياسية ووضع مستقبل السودان في مقدمة الاهتمامات، كما أشار إلى أن الوفد الحكومي قدم تنويرا للرئيس عن مخرجات اجتماعات رؤساء التنظيمات والحركات والتي استمرت لمدة يومين ضمن ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وأكد سلفاكير عزم الحكومة السودانية المضي قدما في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام رغم التحديات والعقبات التي تواجه إنزال بعض بنوده إلى أرض الواقع. رأس سيد السفير علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف يوم أمس اجتماع الدورة الثالثة للجنة رفيعة المستوى للخطة الوطنية لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات في حالات النزاعات المسلحة وسط حضور مشهود من عضوية اللجنة. هذا واستعرضت اللجنة ما تم من أعمال في العام المنصرم، حيث اختتمت ببعض التوصيات لتجويد أعمالها للفترة المقبلة، فيما أشاد السيد الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله بدور وزارة الخارجية الفاعل والداعم لأعمال اللجنة الفنية واللجنة العليا في إنفاذ خارطة الطريق. كما ثمن الأمين العام دور الشركاء من مختلف المؤسسات الوطنية المعنية في توفير التمويل اللازم. من جانبه، أكد وزير الخارجية دعم وزارته الكامل لتنفيذ كافة التزامات السودان الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا حقوق الطفل. بدأت اليوم السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته 36 العادية على مدي يومين 18 و19 من فبراير دون مشاركة السودان. ومن المتوقع أن تهيمن الأزمات الأمنية المتفاقمة
على جدول أعمال هذه القمة، ومن المتوقع أيضا أن تكون أزمة تفاقم الجوع في عدة مناطق بالقارة واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها هذه القمة، وهي الأزمة التي أذكتها الصراعات المسلحة والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري. وإلى جانب رؤساء الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد، سيحضر القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس شمس الدين كباشي الأخيرة لدعوتهما المتكررة للاتفاق بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بأنها مناورة سياسية. وكان البرهان قد أكد الخميس الماضي بمنطقة الزيدان بنهر النيل أن موافقتهم على الاتفاق الإطاري تأتي عن قناعة وليس خوفا من تنظيم أو تحالف سياسي، وأن الاتفاق نص بوضوح على دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. وفي الأسبوع الماضي بولاية جنوب كردفان كان الفريق شمس الدين كباشي قد تحدث أيضا عن ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب حركات الكفاح المسلح. ووصف عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير علاء الدين نجو تصريحات البرهان والكباشي بالمناورة السياسية، وأكد أنها تهدف لوضع العراقيل أمام الاتفاق النهائي والضغط على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي للتراجع عن دعم الاتفاق الإطاري. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن القارة الإفريقية ليست قادرة على إطعام نفسها فحسب، بل يمكنها أن تصبح سلة خبز للعالم مع وجود 65% من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية في العالم في ساحاتنا الخلفية. وقال أبي أحمد: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعطي صوتي مرة أخرى لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن بمقعد دائم واحد على الأقل ومقعدين غير دائمين. وطالب أبيه في كلمة بالقمة الإفريقية المصغرة التي تقام حاليا بأديس أبابا بتمثيل إفريقيا أيضا في مجموعة 7 ومجموعة 20 والمنتديات العالمية المماثلة. أما الاجتماع المشترك للجنة التحضيرية للملتقى التفاكري الأول بين دين كانغوك والميسيرية والذي التأم بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم على ضرورة تأكيد الرغبة الصادقة للتعايش السلمي بين نغوك والميسيرية بمنطقة أبيه. وقال ممثل الميسيرية العمدة بابو بخيت حجار إن الملتقى يهدف إلى خلق نواة جديدة من أجل إعادة الثقة بين مجتمع أبيه المتمثل في الميسيرية والدين كانغوك والعمل على إعادة التعايش السلمي والاجتماعي بين الطرفين. كما أمن الاجتماع أيضا على ضرورة وقف العدائيات وتشكيل قوات مشتركة بين الجانبين. من جانبه قال ممثل دين كانغوك بمنطقة أبيي ماجد رياك إن المجتمع في المنطقة دفع الثمن نتيجة للاقتتال الدائر هناك، مؤكدا أهمية العيش في سلام واستعادة التعايش التاريخي بين الميسيرية ودين كانغوك. أعلنت لجنة الوساطة الفراغ من وضع مصفوفة محدثة لاتفاقية جوبا لسلام السودان بعد مداولات للجان الفنية لأطراف السلامة والحكومة استمرت لخمسة أيام. وكشف مطوق مقرر لجنة الوساطة عن تشريف رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سيلفا كير مياردات راعيا للاتفاق ومشاركا للضامنين والشهود. وقال إن الورشة اتبعت منهجية قضت بعرض كافة بروتوكولات الاتفاق ووقفت على العقبات والتحديات التي صاحبت التنفيذ بوضع تصور متكامل لتحديث مصفوفة الاتفاق لرفعها إلى قيادة الاتفاق لإجازتها والتوقيع عليها. وشارك في الورشة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا رئيس وفد الحكومة وأطراف العملية السلمية من الأطراف الإقليمية والدولية. عقدت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة لقاء تنويريا حول مخرجات ورشة القاهرة للحوار السوداني السوداني.
هذا وقال رئيس الجبهة الشعبية لامين داوود إن لجنة الشرق أطلقت نداء لحل مشكلة الإقليم، ضمنت خلاله مخرجات اتفاق سلام جوبا وأسمرة ومؤتمرات سنكات والجدارف وشمبوب لحل قضية الشرق، ودعا الحكومة لدعم جهود أبناء الشرق لحل قضايا الإقليم. قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي إن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أبرمت اتفاقا مع ميليشيات عربية لإدارة مناجم ذهب بجنوب دارفور. وقدم فريق الخبراء تقريرا إلى لجنة مجلس الأمن في 6 فبراير الجاري، حيث قال التقرير بحسب سودان تريبيون إن الحركة كانت تستغل منجما للذهب في منطقة دنايا غرب جردود بجنوب دارفور، حيث أبرمت هذا الاتفاق مع بعض الميليشيات العربية من قبيلتي الصعدة والحوطية لإدارة هذا المنجم. تمكنت البعثة الأثرية الوطنية التابعة لقسم الآثار بجامعة الخرطوم والعاملة في موقع الأثري بمنطقة الشلال الثالث جنوبي دلجو بالولايات الشمالية وتحت إشراف الهيئة العامة للآثار والمتاحف، تمكنت من التوصل إلى كشف أثري نادر خلال موسمها الرابع. ويتمثل الاكتشاف الجديد في مسلة جنائزية باللغة المروية التي تعتبر واحدة من أقدم اللغات الإفريقية المكتوبة، ومن المأمول أن يسهم الاكتشاف في إثراء المعرفة بهذه اللغة. دخلت قضية العاملين بديوان الضرائب ووزارة المالية الاتحادية طورا جديدا من التصعيد، حيث قامت لجنة مطالب العاملين بالديوان بتسليم مذكرة مطلبية شديدة الاحتجاج للسيد وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، تحتوي على رفضهم للإجراءات التعسفية والتي قام الأمين العام لديوان الضرائب ضد العاملين، والتي تم بموجبها نقل ما يزيد عن 130 موظفا بالديوان من مواقعهم الحالية للعديد من المناطق بولايات السودان المختلفة، بالإضافة إلى إيقاف استحقاقات 52 آخرين عن العمل، وذلك على خلفية الحراك المطلبي الذي انتظم بالديوان وتكوين لجنة خاصة لتحسين شروط خدمة العاملين. ولمزيد من النقاش والموضوع حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر خط الهاتف السيد أمل صديق بابكر، عضو لجنة العاملين بديوان الضرائب. سيدة أمل، أرحب بك في هذه النشرة ونقدر قبولك هذه الاستضافة، وأمضي معك مباشرة. يعني ما هي دوافعكم التي أدت إلى إقبالكم على هذه الخطوة والتصعيد مجددا في طريق الإضراب؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا. التحية لقناة البلد بطرح قضيتنا. تفضلي. نحن طالبنا طبعا طالبنا عبر الأمين العام وزارة المالية أن تعيد النظر في موقفها تجاه موظف الضرائب للظلم الباين عليه من الضغط اللي بيواجهه في تحصيل الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية اللي ألغت بظلالها في كل الأسر، وده كله ما بيقابله دخل مجزي ثابت لموظف الضرائب. فقمنا برفع مذكرات لتحسين المطالب، فمنذ أغسطس 2022 طيب. لتحسين شروط الخدمة وزيادة المرتبات، لزيادة المرتبات، وشددنا على زيادة المرتب باستحداث عدد من العلاوات بنسب متفاوتة من الأجر الأساسي التي قد ترفع المرتب بعض الشيء إلى أن يكون هنالك هيكلة تحل نهائي. لكن بكل أسف جوبها كل ذلك بالرفض التام، مع تجديد العقاب لنا بالنقل التعسفي والحرمان من الحادث. طيب قمنا بعد ايوه نعم واصلي تفضلي. ايوه قمنا بعد ذلك بعمل مؤتمر صحفي يوم 2/13/2 وضحنا كل الاجراءات التي تم اخذها ضدنا. طيب بعد قمنا اسمحي لي نعم سيدة أمل لتتضح لي الصورة أكثر، يعني أنتم قدمتم مذكرة إلى وزارة المالية أم إلى جهة أخرى؟ لا أبدا، أولا بدينا بالأمين العام مرتين، ما يعني المرة الأولى أنتم منه والفوضكم منه،
بعد طوالي وريناه ونحن منو نحن ديوان الضرائب وطرحناه لكل القاعدة. جاتنا توقيعات بتاعت 230 مكتب، كله موظف وقع اسمه ورقم تلفونه، رفعناها للأمين العام المرة الثانية برضه رد علينا إنه في اللي هنا حتكون في نقابات وكده، وما دامت نقابة لأنه طبعا تم إلغائها بعد ما أمر بغيامة. طيب فبعدها رفعنا الأمر لوزير المالية برضه تجاهل تام. ما هو التاريخ الذي رفعتم من خلاله مذكرة الاحتجاج إلى وزارة المالية؟ مذكرة الاحتجاج الأخيرة كانت يوم الأربعاء الفات. طيب، وحتى هذه اللحظة لم يصلكم أي رد عن طريق الوزارة؟ ولا حتى استلام المذكرة ذاتها، ما كان يعني مكتب الوزير ذاته رفض استلامها. رفض أن يستلم. طيب، برأيك يعني ما هي قراءتكم؟ لماذا رفضت الوزارة حتى استلام قضيتكم أو حتى يعني الجلوس معكم على أقل تقدير؟ لماذا برأيك؟ والله لا، تجاهل تام. ما عارفين لا أي سبب إلا إنهم أساسا ما محترمين قضيتنا إطلاقا، ولا حاسين إنه نحن فعلا في معاناة حقيقية. يعني موظف الضرائب يعني بجانبي وضع اقتصادي انتوا كلكم شايفينه، عشان يحصل الضريبه كواجب وطني للدوله ومع صاحب عمل او طيب. طيب يا سيده امل، يعني الان هذه القضيه وجدت النور من وسائل الاعلام وسنحاول ان تصل الى وزاره الماليه، لكن سؤالي الاخير لك يعني ما هي خياراتكم الان؟ هل ستقومون برفع مذكره اخرى أم ستحاولين الوصول إلى وزارة المالية أم ستقومون بالتصعيد في وظائفكم؟ ما هي خطواتكم المقبلة؟ مستمرين نحن في خطوات التصعيد، لم نقف ولا. ما هي أشكالها؟ يعني هل لديك خطة واضحة يعني؟ يعني حاليا نحن أساسا عندنا الإضراب حدنا، الإضراب حاليا هو مرفوع وليس تم إلغاؤه تماما. نعم، وعندنا خطوات ل مجلس الوزراء والمجلس السيادي ايضا. طيب، ما هي رسالتك في اقل من دقيقه التي تريدين ان تصل الان الى كل الجهات المعنيه بهذا الامر؟ والله كل الجهات المعنيه اريد منها ان تنظر الى قضيه العاملين بديوان الضرائب، لانها قضيه حقيقيه وبتمس حياتهم ومرتباتهم و نعم. أشكرك جزيلا سيدة أمة الصديق بابكر، عضو لجنة العاملين بديوان الضرائب، كنت معي ضيفا عبر خط الهاتف في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك. امتدح والس النار العالم النور دور الأجهزة الشرطية والأمنية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بالولاية، حيث خاطب اليوم بمنطقة الرماشي في سنجة حفل وداع مدير شرطة الولاية اللواء شرطة هشام بشير المبارك الذي تقاعد للمعاش، ممتدحا مسيرته الطويلة في العمل الشرطي بالبلاد. المزيد في سياق التقرير التالي. ودعت حكومة سنار في احتفال بحدائق بلدة الرماشري في سنجة مدير شرطة الولاية السابق اللواء شرطة هشام بشير المبارك الذي أفنى زهرة شبابه في العمل الشرطي خلال مسيرة عامرة بالعطاء. يعني نشكر لهذا الرجل الذي هذا الرجل العملاق الذي حقيقة استطاع أن يضبط الأمن في هذه الولاية خلال فترة وجوده، ونحن حقيقة شاكرين له وشهود على ذلك بحكم انه هو واحد من عناصر الامنيه الممتازه جدا. سنار وهي تنظم هذه الاحتفاليه تؤكد على الادوار الكبيره للجنرال ابو شامه ودوره في المحافظه على المنظومه الامنيه والتعاون مع اجهزه الحكم في بسط الامن والاستقرار في كافه ربوع الولايه. مقرر للجنه امن الولايه يحفظ كل السجلات، يحفظ كل القرارات، يدين لهذا الوطن بالوفاء والانتماء والصدق، همه الأمن وسلامة المواطن وسلامة الممتلكات وسلامة حياة الناس. وعبر المحتفى به عن عميق امتنانه لما وجده من تعاون
مع مختلف قطاعات المجتمع بسنار ليكون المواطن شريكا مع الشرطة في تحقيق الشعار الراسخ أن الأمن مسؤولية الجميع. حقيقة إن كان لي من وصية أنا أقولها للأخوة المواطنين الكرام إنه هذا الأمن في ولاية سنار الحقيقة أمن يشهد استقرارا وطمأنينة كبيرة جدا. هكذا ودعا سنار مدير شرطة الولاية السابق اللواء شرطة هشام بشير وهي تمتدح مجهودات الجنرال من بقعة تاريخية هي منطقة الرماش. اندلع اليوم السبت حريق بمخزن في مستشفى مدني التعليمي يحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات وذلك بسبب حرق نفايات طبية. هذا وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق في فترة وجيزة ولم تحدث خسائر في الأرواح. وأشاد الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بجهود قوات الدفاع المدني وفريق الاستخبارات العسكرية في السيطرة على الحريق حتى لا يمتد لمساحات كبيرة. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يشهد فيها مستشفى مدينة واد مدني اندلاع حريق في ظرف أشهر قليلة. أعادت السلطات بشكل مفاجئ وللمرة الثانية الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد من مقر إقامته بمستشفى ساهرون إلى سجن كوبر. وقال نائب الأمين العام نوال الخضر في حديث إن علي الحاج كانت مقررة له عملية قلب مفتوح وأنه ظل يعاني من مضاعفات صحية بينما رفضت السلطات سفره إلى خارج السودان. وكانت السلطات قد أخرجت علي الحاج من المستشفى في وقت سابق ونقلته للسجن قبل أن تعيده أو أن تعيده مرة أخرى إليه. أعلن تجمع المنظمات الوطنية السودانية رفضه لقرار صادر من مفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأزرق بتقييد نشاط المنظمات الوطنية وفرض رسوم جديدة عليها. وذكر التجمع في بيانه اليوم السبت أن المفوضية قامت باستصدار قرار تضمن فرض رسوم على المنظمات واعتاد قرار سابق لمجلس الوزراء بالإعلان عن رسوم جديدة خاصة بتسجيل وتجديد تراخيص المنظمات الوطنية والدولية. وجاءت الرسوم الجديدة حسب بيان التجمع ما يعادل 105 دولارات أمريكي لتسجيل المنظمات غير الحكومية والوطنية وما يعادل 700 أو أكثر من 700 دولار كرسوم تجديد سنوي، كما خصصت ما يعادل 877 دولار أمريكي كرسوم إشراف للمنظمات غير الحكومية الدولية بالإضافة إلى 5% من المبلغ الإجمالي للاتفاقيات الفنية واتفاقيات المشاريع. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر 6 فبراير الجاري إلى أكثر من 45,000 شخصا مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة. ووفقا لآخر البيانات الرسمية فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 39,672 شخصا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5,840 بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني، فيما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق. ثمن الأستاذ حامد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور دور المواصفات والمقاييس المهم في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني واصفا الهيئة بالحصن المنيع لكل حياة الإنسان. جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الأداء الأول للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للعام الحالي المنعقد بالولاية في الفترة من 17 وحتى 20 فبراير الجاري تحت شعار إتقان جودة وتميز. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة البروفيسور كمال الطيب ياسين أن الولاية موعودة بتطور هائل في كل المجالات لكونها مركزا تجاريا مهما للسودان، مشيرا لاهتمام مجلس الإدارة بتحسين نوعية العاملين والفنيين بمزيد من التدريب والتأهيل وتحسين المكتسبات لتحقيق الأمن الوظيفي. إلى ذلك عبرت الأستاذة رحب سعيد المدير العام للهيئة عن سعادتها بأن تجتمع الهيئة بكل مفاصلها الإدارية والفنية لعقد مجلس أدائها الأول لهذا العام في هذه الولاية،
وأكدت أن الهيئة ستكون داعمة لتطلعات الولاية في مجال تحقيق المواصفات والمقاييس والرقابة وتأكيد الجودة وحماية المستهلك. رياضيا، إذ حقق الهلال العاصمي فوزا مستحقا على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون مقابل في المباراة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والتي جرت عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان. شوط المباراة الأول شهد تعادلا في الأداء مع أفضلية نسبية للأهلي المصري، لكن لم تتح فرص للتهديف لكلا الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي. أما في شوط اللعب الثاني تقدم الهلال نحو دفاعات الأهلي حتى نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54 من عمر المباراة عن طريق المحترف كلاودي، وعلى الدقيقة 66 أضاع اللاعب ذاته ضربة جزاء تصدى لها الحارس الشناوي. وواصل الهلال سيطرته على الشوط الثاني ولاحت له العديد من الفرص لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف لتنتهي المباراة بفوزه بهدف دون مقابل. نبارك لفريق الهلال هذا الانتصار ونذهب بكم إلى خبر آخر. اتحسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة المريخ ونظيره الزمالك المصري يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من دوري المجموعات لأبطال إفريقيا، ووضع كل فريق نقطة في رصيده.